السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 6 الحركة في بعدين، القسم 3-6 السرعة المتجهة النسبية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد في سرك أكتب في كتابك شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. جيب ورقة وقلم وتابعني، بتكون عم تسمع عم بتشوف وعم تسجل. يسير قارب بخاري في اتجاه الغرب بسرعة 13 متر لكل ثانية بالنسبة إلى ماء نهر. هي اتجاه الغرب وهي سرعة، رمز سرعة القارب بالنسبة لماء النهر، في بي بوت شرطة مايلة، دبليو الوتر ماء. يسير في اتجاه الشمال، مين اللي عم بيسير باتجاه الشمال؟ ماء النهر بسرعة 5 متر لكل ثانية. فبنرسم هذا متجه بيمثل سرعة ماء النهر بالنسبة للأرض، بي دبليو شرطة مايلة اي سمول يعني ارث، 5 متر لكل ثانية. لاحظ كيف عم نرسم المتجهات، رأس بزيلي رأس بزيلي وفق له هو اللي عم بيشير إلنا. فكم تبلغ السرعة المتجهة المقدار والاتجاه للقارب البخاري بالنسبة إلى ضفة النهر؟ فبده بي يعني سرعة القارب بالنسبة للأرض، ضفة النهر يعني للأرض. الشكل مثلث قائم الزاوية، نطبق نظرية فيثاغورس، مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. هذا هو الوتر، وهذا الضلع القائم الأول، وهذا الضلع القائم الثاني. منعوض، منربع، منجزر، منطالع الجواب. تعالوا نتأكد أنه الحل صحيح. ما قدرت أجيب الآلة الحاسبة. هلأ هذا المقدار بدي الاتجاه، الاتجاه سيتا، وين سيتا؟ هذه هي سيتا. سيتا هو تساوي شيفت المقابل على المجاور. المقابل لسيتا حددنا سيتا على الشكل، لأن هو حدد لي إياها، لأن هاي هذا المتجه هو ماء النهر يعني سرعة ماء النهر، يعني حيكون يوازي الضفة. V B W هو المقابل، و V W E هي المجاور. منعوض ونحسب ونعمل شيفت، بتطلع 69 درجة. في أي اتجاه؟ لازم نقول في أي اتجاه، غرب الشمال، لأن المتجه الأحمر غرب الشمال. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.